مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نعمل انبوكس لكم باكجات ثلاثة. واحد اثنين ثلاث. هذا اللابتوب، خليكم معنا بعد الفاصل رح نرجع لكم. مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة ثانية. اليوم بدنا نحكي عن شغلات جديدة، شغلات غريبة. اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون، يقرأ جرس التنبيهات، وطبعا يعمل شير ولايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة. إذا ما حضرتوا الفيديوهات الراحت والفيديوهات الجاي تابعوني، أكيد لازم تحضروها. وفي شغلة مهمة كتير 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 عم بحكيها، إنه في أكثر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة، فاشتركوا عشان تدعموني. ويلا نبدأ. رجعنا لكم، الآن بدنا نسوي انبوكس لثلاث. خلينا نبدأ بالأول لأنه مبين. هذا يا جماعة عبارة عن شطافة، شريناها. الشطافة اللي عندنا شكلها خربت، فهاي هيك مش عارف شكلها زي المفتوحة. طيب خلينا نشوف شو جواها. عبارة عن installation kit. هذا ال هذا الكيت اللي بيجي معها، اللي هو البربيش والفلتر. اوكي، والشغلة الثانية اللي جوا الشطافة نفسها. خلينا نشوف من هون. من هون. اوكي، تيجي هيك. هاي الشطافة بس بارد. اوكي، يمين هاي للقدام، شايفين لقدام ولورا بترجع. اوكي، وهاي الحلو فيها انها فليكسبل، فلما تحطها بتكونش صعبة انك تحطها. خلينا نجرب وحطها جوا هاي. طبعا احنا مجربينها. الووتر بريشر صراحة قوية، فالشركة اسمها جرين كو، شركة كويسة. يستر ان شاء الله. البوكس الثاني او الكيس الثاني هذا اتوقع انه في شغلتين. اوكي، في شغلتين. في الشغلة الاولى فيت كوكو، هذا visual ear wax remover. خلينا نجربها. طبعا آدم بحب يشيل الواكس من دنيا، لكن عنده مشكلة إنه في عنده دائما واكس. فجبت له هاي كاميرا. أوكي، هاي كاميرا تقدر تشوف جوا دانك شو فيه، لأنه نفحص له دانه دائما. خلينا نجربها ونحكي لكم بعدين شو الوضع. بس هي عبارة عن USB عادية طبعا. بصير شو هاي portable USB. هاي اللي بتنظف فيها الدان، وهاي هي ال كاميرا. مفروض ولا شيء كبسة ولا هاي كبسة. هاي مفروض انك ايوه فيها لايت، شايفين فيها لايت خفيف. بس تدخل بتكون انت موصلها لل هاي اللايت، شايفينه، تكون موصلها لل USB للتلفون عن طريق هاي البلوتوث اي ثينك، وتشتغل مش تطفيش. سترينج. اوكي، هاي طفت. اوكي، فيها كتير تيبس. في شيء غريب هون عشان تدخل الدان. هاي كمان شيء غريب هيك. في شغلات هيك بلاستيكية عشان تنظف. هاي ابصر شو اللي جوا، يمكن عشان تعقم. هاي على كل حال في هون شو اسمه instruction. هاي واي فاي. بالواي فاي. يس، بدها عشان تشوف الكاميرا. USB عادية مايكرو. وهاي
اللي بنظفوا فيهم الاذنين هذول. Anyway, we'll see and let you know. Okay, رجعهم. امسك اول شيء نحط هاي سنة. هلا هاي هيك كانت. حط هاي. اوكي هذه نشوفها ونجربها. الشغلة الثانية اللي موجودة هون هذا عبارة عن بروتكتور ل نينتندو. هذا سكرين بروتكتور لنينتندو بيجا على نينتندو. وهذا لل هذا الباك وهذا للقدامان ريات هذول اليدين. و بس يعني هو عبارة عن بروتكتور للنينتندو له هاي الشغلات. هنجربه وبرضه نحكي لكم شو رأينا فيه. أتوقع إنه شو رأيك أنت؟ إذا هو صغير أص if it's small enough بتقدر تحطه بالضبط. بس إذا ما بتقدر تحطه بالضبط. يا هو الحجم يعني. على كل حال يلا نفتح اللي بعده. أوكي دوكي. شو هذا يا جماعة؟ هذا 32 colors. هذا ألوان أكريليك عشان الرسم. جبناها على أم آدم عشان بتحب هي الرسم. نعمل لها إياها زي مفاجأة. أوكي طبعا هاي الألوان اللي موجودة فيها بديش أفتحها. بس هاي الألوان اللي موجودة فيها اللي هي هاي هي. أوكي 32 لون. هاي الحجم تبعها 22 ملي يعني صغار كل واحدة. بس يعني الوان حلوة. و made in people PRC people republic of China. anyway هذه الشغلات اللي وصلتنا اليوم. خليكم معنا وتابعوا قناتنا عشان تشوفوا كل شيء جديد. ونراكم للجميع. بس شو لازم يسووها قبل ما يروح؟ لايك كومنت وسبسكرايب عشان تشوفوا الريفيو للبرودكت من اليوم. باي باي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.